زي ما انتم شايفين هي بتحرق اكتر، بدأت زي ما انتم شايفين تتقشر برضو بشكل كبير قوي. ايه الاخبار؟ انا ادهم، والنهارده خدت قرار يا جماعه كان نفسي من زمان جدا ان انا اخده، وهو ان انا اعمل تقشير كيميائي لوشي كله. يعني شايفين بقى اثار البقع والحاجات اللي في اورت دي كلها، شايفين اعمل تقشير كيميائي لوشي كله بحيث ان انا اشيل اول طبقه من جلد وشي ونشتغل على طبقه جديده من الوش. زي ما انتم شايفين انا عندي بقع كتير في الجبهه وفي جنب وشي من هنا، بسبب ان دي كانت اثار حبوب قديمه واثار بقع طبعا والكلام ده. فانا النهارده رايح علشان خاطر اعمل الجلسه، هفضل معاكم في الفيديو لمده اسبوع كامل علشان نشوف الخطوات بتاعت العلاج على مدار اسبوع. يا جماعه احنا دلوقتي في العياده، عرفت ان هو كريم مش ليزر، انا كنت فاكره ليزر. دي خطوه ايه؟ تعقيم. دلوقتي يا جماعه احنا نضفنا البشره بكحول، هيبتدوا بقى يحطوا الماده. زي ما انتم شايفين البقع هنا واثار الحبوب عامله ازاي. طيب دلوقتي يا جماعه احنا حطينا الطبقه الثانيه، زي ما انتم شايفين هي بتحرق اكتر من الطبقه الاولى، بس يعني انا قادر استحمل زي ما انتم شايفين. هوريكم برضه في الاخر. دلوقتي يا جماعه انا لسه مخلص السيشن، زي ما انتم شايفين حطينا كل المواد على وشي، ودلوقتي ممكن نسمع من الدكتور ايه اللي احنا عملناه بالظبط. احنا النهارده عملنا نوع من انواع البيلينج اسمه كولد بيل، سبيسيفيك يعني في الكولد بيل ان احنا عملنا جرين بيل. الجرين بيل ده ان احنا بنقدر ان احنا نقشر الوش عن طريق مجموعه من الاحماض بكونسنتريشنز معينه، نقدر ان احنا نوصل بيها للنتيجه اللي احنا عايزينها يعني باكتر حاجه سيف. يعني الموضوع ده امن تماما على البشره بالظبط كده. طيب بهيل يعني الوش بيبتدي يقشر ويخف في خلال قد ايه وقت مثلا؟ في خلال تقريبا من 5 لـ7 ايام، يعني ماكسيمم 10 ايام، بس هو غالبيه الناس بتبقى من 5 لـ7 ايام. طبعا كل اثار البقع والحاجات دي كلها هتروح صح؟ بالظبط كده، بتفتح واوريدي انت المفروض ان انت بتجيلنا بعد اسبوع او 10 ايام، او بعد ما الوش يقشر تماما، بحيث ان احنا نبتدي ان احنا وقتها نقيم النتيجه اللي احنا وصلنا لها. تمام. طيب ايه بقى الروتين اللي همشي عليه لمده الـ7 ايام؟ انا مش بحتاج منك اي حاجه غير ان انت كل يوم الصبح تغسل وشك مره الصبح ومره بالليل بميه فاتره او ميه بارده، وبعدها تحط المرطب بتاعك بس مرتين كده، في مش اليوم. اكتر من كده. مرتين بس في اليوم بالظبط كده. تمام، شكرا يا دكتور. العفو على ايه. طيب انا دلوقتي زي ما انتم شفتوا انا خلصت، هروح البيت وهصور لكم لمده اسبوع كل يوم البروسيس وايه الحاجات اللي حصلت في وشي. ايه الاخبار؟ النهارده زي ما انتم شايفين اول يوم بعد البيلينج، بصوا شايفين بشرتي عامله ازاي. حاسس هنا بغمقان شويه، وهنا وفي المناطق دي وهنا كمان. دلوقتي انا الروتين اللي انا ماشي عليه ان انا بصحى كل يوم الصبح اغسل وشي واحط المرطب، وبالليل قبل ما انام بغسل وشي وبحط المرطب. هما دول حاجتين بس الوحيدين اللي انا بعملهم لمده اسبوع لغايه ما وشي كمان يبتدي يقشر، اللي هو المفروض خلال 3 ايام او يومين. اخبار النهارده زي ما انتم شايفين اليوم الرابع، القشر بدا في حاله سقوط زي ما انتم شايفين هنا، هنا الاجزاء دي كلها هنا لسه ما قشرش بس بدا يعني يعمل كده. الاخبار زي ما انتم شايفين القشر اللي هنا اتقشر خالص، وهنا برضه بدا يتقشر. القوره بدات زي ما انتم شايفين تتقشر برضه بشكل كبير قوي، ده متقشر هنا، والجزء ده بدا برضه ان هو يتقشر، هنا اتقشر خالص. المناخير برضه بدات ان هي تتقشر. النهارده اليوم الخامس زي ما قلت لكم، وزي ما انتم شايفين دي النتيجه، لسه الجزء كل ده لسه متقشرش. ايه الاخبار؟ وزي ما انتم شايفين يا جماعه النهارده اليوم السادس، يعتبر وشي كله قشر تماما. الحاجه الغريبه الوحيده ان وشي بس محمر شويه، وده الدكتوره قالت لي ان هو شيء طبيعي جدا. زي ما انتم شايفين كل القشر وقع، كل الحبوب واثار الحبوب القديمه اللي كانت في وشي راحت تماما. الاكني سكارز اللي كانت هنا، بواقي الحبوب اللي كانت عندي، كل حاجه كانت في وشي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اختفت تماما زي ما انتم شايفين. فتقييمي للحوار ده كله اللي انا عملته بصراحه يستاهل، يستاهل ان انا يعني انا مش ندمان. خدت اسبوع ما رحتش في الجيم غير يوم واحد يمكن امبارح او حاجه، لانه كان ممنوع اعرق، ممنوع اتعرض للشمس طبعا، ما بنزلش الصبح خالص، ممنوع ميه سخنه، الكلام ده كله، بس الموضوع يستاهل. يعني اكيد انتوا شفتوا
بشرتي اول يوم كانت عامله ازاي، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بشرتي بقت عامله ازاي. فانصحكم بالبيلينج، انا بصراحه فرق معايا جدا، بس اهم حاجه تعملوها في مكان يكون مضمون ودكتور شاطر علشان يجيب معاكم نتيجه كويسه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. على خدمتك.